تزامنا مع موسم الصيف، تشهد الجزائر ارتفاع حالات حوادث المرور، حيث تعتبر هذه الحوادث هاجسا للعائلات الجزائرية لما تزهقه من أرواح سنويا مع تزايد أعداد السيارات على الطرق. منحنى حوادث المرور في الآونة الأخيرة يعرف ارتفاع رهيب جدا، هذا راجع لعوامل كثيرة جدا من بينها اقتصادية واجتماعية. مع الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي أكيد أن نحن الآن سوف نشهد ضغط على الطرقات، وللأسف تغيب في بعض الأحيان معايير الأمن والسلامة عند كثير من السائقين من خلال مخالفة قوانين المرور كالسرعة الجنونية وتجاوز الخطر، ناهيك عن العوامل الأخرى المرتبطة بالعيوب الفنية الموجودة في الطرقات كالنقاط السوداء التي للأسف تتكرر في حوادث المرور بشكل متواصل. لا ننسى كذلك الأمر المرتبط بالتقلبات الجوية، شهدت الجزائر في الساعات الأخيرة تقلبات جوية عبر كثير من ولايات الوطن. اتخاذ خطوات فعالة من طرف السائقين والمجتمع والحكومة، التزام بالقوانين المرور، الاهتمام بصيانة المركبات وتحسين البنية التحتية هي خطوات ضرورية لحماية الأرواح وتقليل الخسائر حسب المختصين. أنها فترة حساسة لأن هناك تقلبات جوية، هناك عودة من العطل، هناك كذلك ضغط على الطرقات إلى آخره، فعلينا الحيطة والحذر واليقظة والتقيد بتعليمات مصالح الأمن وبالإشارة المرورية المزودة أو المنتشرة في الطرقات. حوادث المرور تعد مشكلة يجب التعامل معها بجدية من خلال التعاون جميع الجهات المعنية والسائقين أنفسهم لضمان سلامة الجميع للحد من الخسائر البشرية والمادية.